فيديو أثار موجة غضب واستياء يظهر فيه مجموعة شباب في بغداد يقومون برشق السيارات بالحجارة بكل استهتار دون تقدير للخطر والأضرار التي قد تلحق بالسيارات وسائقيها نتيجة هذا التصرف الطائش. شاهدوا معي. تعليقات غاضبة كثيرة أثار هذا التصرف، وخرجت كثير من المناشدات لوزارة الداخلية لضبط هؤلاء الشباب ومعاقبتهم. رافد كتب يقول: ناس تأدي ناس، فعلا استهتار ويجب القبض عليهم وانزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المستهترين. رائد أيضا قال: عود شنو هالاستهتار، وين دوريات النجدة أو قدرتهم على أبو عربانة ليلي. أما الياسمين فقالت: وين الأهل وتربيتهم، للأسف الظواهر السلبية تكثر يوم بعد يوم ولا حسيب ولا رقيب، فعلا إذا لم تستحي فافعل ما شئت.